قصيدة عش أنت التي كتبها شاعر الهوى والشباب الأخطل الصغير بشار الحوري، ويشدو بها الليلة نجم الحفل ونجم كل ربيع فريد الأفرش. عش أنت، عش أنت، إني مت بعدك، وأطل إلى ما شئت صدق. كانت بقايا للغرام بمهجتي، فختمت بعدك. أنقى من الفجر الضحوك، فهل أعرت الفجر خدك؟ وأردت من طبع النسيم وقد خلعت عليه بردك. وألذ من كأس النديم، فهل أبحت الكأس شهدك؟ ما كان ضرك لو عدلت، أما رأت عيناك قدك؟ وجعلت من جفني متكئا ومن عيني مهدك. إن لم يكن أدبي فخلقك كان أولى أن يصدك. أغضاضة يا روض، إن أنا راقني فشممت وردك. وملامة يا قطر، إن أنا شاقني فأمنت وردك. وحياة عينك وهي عندي مثلما الإيمان عندك. ما قلب أمك إن تفارقها ولم تبلغ أشدك؟ فهوت عليك بصدرها يوم الفراق لتستردك، بأشد من خفقان قلبي يوم قيل خفرت عهدك. اللقاء المنتظر، اللقاء المنتظر، لقاء الربيع، والموسيقار فريد الأطرش. سادتي، وينقل لكم الميكروفون في هذه اللحظات هذه الصيحات، وينقل لكم ذوي الأكف الملتهبة، وينقل لكم حماسا منقطع النظير. إنه اللقاء السنوي، لقاء الربيع مع مطرب الربيع، مع الفنان الكبير فريد الأطرش. تصديق وتشجيع وخفقات ودقات، تصديق للفنان المحبوب، وتشجيع للرائد الكبير، وخفقات في الانتظار، ودقات لهذا الإيقاع، الإيقاع الصاخب بالفرح. سيداتي وسادتي، في هذه اللحظات يدخل الموسيقار الفنان الكبير فريد الأطرش. لعلكم سيداتي وسادتي تستمعون إلى الاستقبال الذي استقبل به
يقدم للفنان الكبير مصحفا كبيرا مبطن باللون الأحمر ومرسوم عليه بماء الذهب. الفنان فريد الأطرش اثنينا من الجذور والورود وباقى ايضا من الورود والجذور. اخر ايضا اعطى للفنان الكبير باقى اخرى من الجذور والورود. حقا انه عيد الربيع، الورود والزهور في كل مكان فوق المسرح. مصحف آخر أهداه أحد الحاضرين للموسيقار الكبير الذي قبله وأعطاه إلى أحد الموسيقيين. سيداتي وسادتي، مش عارف ازاي وبأي لسان اشكركم على الحفاوة اللي قابلتوني بيها دي. وده مش مستغرب من الشعب العربي الكريم المضياف، فأنا بشكركم وبشكر أخوتي الموجودين هنا من بلدي الحبيب مصر. وبشكر كل اللي شرفوني وجاءوا إلى مصر العزيزة عشان يسمعوني في الليلة الحلوة دي. أشكر أخوتي العرب من كل قطر شقيق. أنا شايف بين الحاضرين هنا، شايف بلادي العزيزة، بلاد العرب كلها، شايف لبنان، شايف الكويت، شايف العراق، شايف ليبيا، شايف كل الحبايب من كل قطر عربي. فأنا سعيد بكم وأشكركم لتشريفكم. خلص كلمتي حاضر والله حاضر، هنقولها ان شاء الله. وانا جالي النهارده ورود وزهور ومكالمات وبرقيات تهنئة بالليلة الحلوة دي. فأنا عايز أشكر يا ناس، عايز أشكر كل اللي بعتولي برقيات، كل اللي بعتولي زهور. عايز أشكر كمان فرقة أنا اشتغلت معاها سنين طويلة، ولظروف خلتني يعني النهاردة اني اكون
فرقة جديدة بقيادة الأستاذ أحمد الحكناوي. عايز أشكر الفرقة اللي كنت بتعاون معها سنين طويلة والظروف ما خلتهاش تقدر تشترك معايا الليلة، وهي الفرقة المسية، وأنا بشكرهم للسنين الطويلة اللي عاونوني بيها. ونبدأ إن شاء الله مع فرقتي الجديدة، فرقة مصر الموسيقى العربية طبعا الشرقية بقيادة أحمد الحفناوي، إن احنا نقدر نقدم لكم فرقة تمثل الفن برضو الشرقي الرفيع بإذن الله. وليا كلمة أخيرة، عايز أشكر برقية جاتني النهاردة من زميل عزيز عليا بيهنيني بالليلة السعيدة دي، والشخص ده بيحبوه الملايين في كل البلاد العربية، زعميلي عبد الحليم حافظ. فأنا بشكره وبتمنى إن ربنا يرجعه لنا بالسلامة، هو مريض دلوقتي في المستشفى. وأنا هقدم لكم الغنوة دي، هقدم لكم العقيدة دي طول بالك. فالعقيدة اللي هقدمها ذاتي إن شاء الله، وإذا كانت كويسة وتحوز رضاكم وقبولكم، أنا بقدمها لكم وبقدمها لزميلي اللي ربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلامة لبلاده، لملايين المحبين والمعجبين بصوته، بقدمها لأخويا عبد الحليم حافظ. أول عمل له في القاهرة كان كعامل في محل فلاتشي